مساكم الله بالخير مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي، ومساك الله بالخير لولو. مساك الله بالنور فواز، ومرحبا فيكم مشاهدينا في هذه الحلقة المميزة. إن شاء الله راح تكون هذه المرحلة اللي قاعدين نعيشها الحين هي مرحلة استثنائية تمر فيها كل دول العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا، اللي تطلب تكاتف الجهود ومضاعفة العمل عشان نتجاوز تداعيات انتشار الفيروس بإذن الله. بالتأكيد لولو، لابد من مواصلة العمل بكل اقتدار وتطويره بعد ما يتناسب الظروف الحالية باستخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة لتوفير كافة الخدمات اللي تقدمها مؤسسات الدولة ووزاراتها للمواطنين والمقيمين. وبعد يا لولو عندنا بعض الأمور اللي يجب على كل مواطن مقيم يقدمها لدعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وأبرزها الالتزام طبعا بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللي أقرتها الجهات الصحية في البحرين، بالإضافة للجلوس في البيت والخروج بس عند الضرورة. صحيح يا فواز، يعني وإحنا اليوم في أشد الحاجة للتعاون من الجميع، الصغير والكبير، الولد والبنت، مواطن أو مقيم، كلنا لازم نتكاتف في هذه المرحلة تحديدا ونقعد في البيت. والقعدة ترى في البيت لها العديد من الإيجابيات خصوصا في هذه الفترة، وخصوصا نحن قاعدين نعيش في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم، وفي أشياء كثيرة نقدر نسويها، وكان العيد جاي وبعد العيد فرصة عشان نسوي كثير من الأمور داخل البيت، وبنسوي أكثر مع عيالنا وأهلنا. اليوم كل فرد لازم يتبع الإجراءات والخطوات اللي تضمن للسلامة سواء في البيت أو حتى خارج البيت، والحرص على تنفيذها للحفاظ على حياة الفرد الشخصية وحياة غيره من الناس. وأمور السلامة تدخل في كل شيء تقريبا، من لبسك الكمام للحفاظ على تغذيتك ورفع مستوى المناعة وقدرة الجسم على مقاومة الفيروسات، إلى تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي أثناء ممارسة الرياضة، أيضا إلى الالتزام بقواعد السير والمرور خاصة قبل الفطور يا لولو. صدقت يا فواز، كل هذه الأمور لازم يتم فيها اتباع الإجراءات اللي تعزز قدرتنا على الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة كل مواطن ومقيم. خلكم معنا مشاهدينا، عندنا اليوم العديد من المواضيع، ولكن بعد هذا الفاصل. نبدأ معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث كلف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني، كلف سموه لجنة التنسيق والمتابعة لحملة في النخير المعنية بتوزيع المساعدات بتخصيص 5 ملايين دينار لدعم الأسر والمواطنين البحرينيين المحتاجين والمتضررين من وباء كورونا. بالفعل، من جانب
أوضح الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس لجنة تنسيق الجهود والمتابعة المعنية بتقديم المساعدات في الحملة الوطنية في النخير، أوضح بأنه بناء على هذه التوجيهات الكريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة راح يتم تخصيص المبلغ المخصص لدعم ثلاث فئات أساسية من المجتمع، وهم الأسر المحتاجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واللي تقدموا بطلبات المساعدة، والمستوفين لكافة المعايير والشروط، وأيضا الأسر المنتجة المسجلة لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واللي تأثرت أعمالهم بسبب الإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها للتصدي لوباء كورونا، بالإضافة إلى أصحاب الأعمال غير المؤمن عليهم والمسجلين لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والصناعة والسياحة الحاصلين على السجلات التجارية الافتراضية واللي تأثرت أيضا أعمالهم بسبب وباء كورونا. وفي خبر آخر، كشفت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء عن تفعيل أول محاكمة عن بعد، حيث عقدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي إبراهيم سلمان الجفن جلستها في محاكمة مرئية عن بعد. وأيضا صرحت الأمانة العامة بأن المحاكم الجنائية بدأت في عملها عن بعد اليوم بجاهزية تامة، وذلك وفقا للمعايير أو معايير المحاكمة العادلة من خلال تخصيص قاعة محاكمة في منطقة جو وتزويدها بتقنيات مرئية وصوتية وربطها مع تقنيات حديثة في المحاكم الجنائية، وذلك لمباشرة التقاضي عن بعد بما يضمن استمرار عمل المحاكم بكفاءة وفعالية عالية في ظل الظروف الراهنة. طبعا وتعد المحاكمة عن بعد خطوة رائدة تكللت بالنجاح، حيث تتمتع او حيث يتمتع المتهم بضمانات محاكمة عادلة طبقت عليها المعايير المعتبرة دوليا في مثل هذه المحاكمات. الان مشاهدينا راح ننتقل الى الفقرة اللي الكل ينتظرها، والكل مبارك له بفوزه بالألف دينار بسبب يعني التزامه بالتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والمعنية بوجوده في البيت. مع من؟ مع مريم بوكمال وبرنامج انت في البيت. مساء الله بالخير مريم، وتفضلي. مساء النور والسرور زميلي فواز ولولو في برنامج مجتمع واعي، نرحب فيكم ونرحب بجميع المتابعين اللي انضموا إلينا في فترة من برنامج أنت في البيت. يدا بيد انتشار كورونا بنوضع له حد، والالتزام جائزة ولا والالتزام له جائزة لا ترد، 1000 دينار نقدا لكل شخص تم اختياره بشكل عشوائي من خلال تطبيق مجتمع واعي. خلكم معانا وخلونا نشوف من هو البيت الأول اللي راح يفوز بجائزتنا. رحب فيكم مشاهدينا من جديد. ابي اراويكم الكول سنتر اليوم مضبطيني، حاطين لي شي حركات. واو اي لايك ات. لا تقولون لي اليوم ما نسمع. لا اليوم ما في ما نسمع. يلا ناخذ البيت الاول ونشوف الاتصال. نشوف البيت الاول هل قاعدين في البيت وملتزمين ولا لا. الله حلو طالع جميل. شكرا. ميرسي. يلا ردوا علي. طبعا اللي يحب يشترك في برنامجنا مثل ما قلنا لكم نحن مستمرين معاكم ان شاء الله في 3 أيام عيد الفطر المبارك. ما عليكم سوى تحميل تطبيق مجتمع واعي الاشتراك فيه ويدخل اسمكم تلقائيا في السحب العشوائي. البيت رقم 1 ما ردوا، اعطيتهم فرصة وايد كبيرة. نشوف البيت الثاني. طبعا مثل ما تعرفون ان احنا قاعدين نتصل لكم واتساب، فمعناته الاتصال اللي بيكم من عندنا واتساب وفي صورتنا محطوطه في الدي بي، واول صوت بتسمعونه صوتي، فلا تتوقعون انه مقلب. الو. اذا تتوقعون بعدين بكمل. الو السلام عليكم. الو هلا شيخه، معك مريم بوكمال من برنامج انت في البيت. حياك اختي. هلا. يا هلا والله، شو اخبارك؟ الحمد لله. تعرفيني باسمك؟ غادة راشد الكعبي. غادة قاعدة في البيت؟ ايه قاعدة بس منصدمة انك تتصلة. قاعدة بس منصدمة ايش؟ واهم شيء انك قاعدة منصدمة، معليش مع بعض بنحل المشكلة.
ذكرني قاعدة في البيت الحمد لله. طيب أنا لازم أقول لك إن تم اختيارك في برنامج أنت في البيت، عندك فرصة تكسبين 1000 دينار إذا أثبتتي لي يا غادة إنك موجودة في البيت. أبي أأكد لك إن إثبات وجودك في البيت ما يعني إلزامك بتصوير البيت أو اقتحام لخصوصيتك. في حالة رغبتك عدم التصوير أرجو منك تشغيل الكاميرا وتصوير رقم البيت وإرسال اللوكيشن حالا. في أحد يقدر يقول أسرع مني؟ ما في. ها جاهزة؟ ما شاء الله عليك. أنا كاش ما أقدر أكشف الكاميرا، بس شيء ثاني أثبت أوكي. إيه تقدرين تروحين عند باب البيت وتشغلين فيديو كول تصورين لي رقم البيت، هذه يكفيني. أصور لك في لحظة دقيقة. إيه رقم البيت. إيه نزلي وصوري لي رقم البيت علشان نثبت للمشاهدين انك موجوده في البيت. ما اعطيتك ثواني يعني ما عندك مشكله في البيت، بس انا تعرفين لازم نلبس عبايه يعني. لبسي حبيبتي لبسي العبايه ونزلي من الدرج وبطلي باب البيت وطلعي في الحوش وطلعي من الحوش وروحي عند باب البيت وصوريني رقم البيت قدام الفرج يعني صور. معليش معليش معليش. لا لا انا صدق متفاجئه الصراحه حبيبتي. معليش ان شاء الله المفاجاه ذي نتوج ب 1000 دينار وياك وياك. طبعا اذا كنتوا تبون تكونون من سعيدين الحظ مثل غاده وغيرها من المشتركين حملوا تطبيق مجتمع واعي عندكم على الابل ستور، عندكم على بلاي ستور. من اول ناس تقريبا من اول ناس هم حاملين البرنامج. اي من زمان من شهور. وما توقعتي بي لك الاتصال؟ لا لا انا ما كنت توقعت يعني. انتي من ذيل اللي يقولون احنا عمرنا ما بنفوز لو شنو. الحين الفرج كل مره انا دائما اسمع ناس يقولون ان احنا عمرنا ما بنفوز، اكثر شيء فزنا سكانات شاي في المدرسه. ايوه كمان اصور احنا ما برك ما موجوده وين. ايه بس بطلي الفيديو كول وصوري لي رقم البيت. حلو ياني الاتصال. انا اشوف الباب بس احتاج اشوف رقم البيت. رقم البيت اللي هو 327 327. ممتاز شكرا جزيلا لك واقول لك الف مبروك عليك الالف. الله يبارك فيك. تستاهلين حبيبتي. بس ناطره منك تطرشين اللايف لوكيشن لين اسكر التليفون. اوكي حبيبتي يلا الف مبروك حبيبتي تستاهلين. الله يبارك فيك حبيبتي. مع السلامه. اذا غاده كانت الاولى اليوم عندنا في برنامج انت في البيت. لا زال عندنا الكثير من الاتصالات اليوم، ولكن الحين نختم فترتنا ونرجع لبرنامج مجتمع واعي مع زملاء فواز ولولو. الكلمه لكم. شكرا مريم. والحين ننتقل معاكم اعزائي المشاهدين مع فواز اللي راح يستعرض اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين لهذا اليوم. تفضل فواز. شكرا للو. بالتاكيد راح نستعرض في هذا العرض اخر الاحصائيات اللي اصدرتها وزاره الصحه اليوم الاربعاء الموافق للعشرين من شهر مايو 2020. فقد بلغت الحالات القائمه 4497 حاله، ووضع الحالات المستقره ولله الحمد يبلغ 4488 حاله، فيما يبقى 9 اشخاص تحت العنايه ونتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب. اما المتعافون فيبلغون 3334 متعافي. الوفيات 12 حاله، نسال لهم الرحمه والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. وقد اجرت مملكه البحرين اكثر من 254 الف فحص، وهي النسبه التي تتفوق فيها البحرين على اكثر دول العالم تاثرا بالفيروس على مستوى حجم اجراء الفحوصات مقارنه بعدد السكان. يعني حصيله حالات اليوم الاربعاء في مملكه البحرين رصد 311 حاله جديده بفيروس كورونا، منها 196 حالة لعمالة وافدة و114 حالة لمخالطين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتعافي بالتالي 370 حالة. هذا كل ما لدي وعودة لشلوة. شكرا لك فواز. الله يحفظ البحرين وأهلها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى أيده الله.
حياكم الله من جديد. الوقاية خير من العلاج، هذه الجملة نسمعها دائما وتتردد على أذاننا من يوم وإحنا كنا صغار. اليوم في هذه الظروف هي وقت تطبيقها من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا. أكيد، ومن الأمور اللي تعزز المناعة عند كل شخص هي الرياضة كل أنواعها، لكن يجب ممارستها دائما وفق أعلى معايير السلامة. عشان نتكلم أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم في الاستديو مدرب اللياقة البدنية ونمط الحياة الكابتن محمد الشرقاوي. يا هلا ويا مرحبا فيك. يا هلا فيك دكتورة ألوان، رحب فيك أول شيء على السادة المشاهدين أيضا وتركي، يعني صار لنا زمن طويل ما التقينا في استديو واحد. نبي نقول لك مبارك عليك الشهر، بس يعني خلص الشهر بس مبارك عليك اللي باقي من الشهر. اللي بقى منه إن شاء الله، والله يبلغنا إن شاء الله ختامه بصحة وعافية وتقبل رب العالمين منا طاعتنا، وان شاء الله نعيد يعني بعيد عن مرض كورونا وما قاعد يسوي. يا رب يا رب. يعني تعرف في رمضان احنا ندعي، وبعد عندنا دعاء كلنا نعيد احنا البنات، نقول اللهم اني استودعك وزني من الجرائم اللي صارت خلال بس البنات، صار العالم كله يدعي للدعاء. لان فواز حط علي قبل يقول لي انتوا البنات، ترى حتى البنات يمارسون الرياضه يوم اربع مرات في اليوم. انتوا كم؟ لا انت قلت لي ان انت تسوي رياضه، لكن فعلا يعني بعيد عن رمضان حتى في الجائحه نفسها. نعم. جائحه كورونا خلتنا نقعد مدة أطول في بيوتنا، خلت إحنا بعد شفنا من الظواهر الإيجابية أن الناس وايد بدأت تمارس رياضة لأنه هو المتنفس وحيد. لو تكلمنا عن أهمية ممارسة الرياضة في هذا الوقت تحديدا. أهمية الرياضة في وقت الجائحة وفي أي وقت آخر، يمكن من بدأ موضوع انتشار هذه الفيروس والوضع الطارئ اللي صار في العالم كله، كان أبرز الأمور اللي طلع فيها الأطباء أن نحافظ على مناعتنا، نقوي من مناعتنا. اليوم أول الأسباب اللي تساعد على تقوية مناعة الإنسان الرياضة، اللي مارس رياضة باستمرار وحافظ على صحته العامة بشكل ممتاز راح تكون مناعته ممتازة، جهاز المناعي في أوج عطائه لجسمه، فراح يحافظ عليه من أي أمراض. حتى الحين لو نلاحظ بعض الإصابات بالفيروس اللي صارت، نلاحظ البعض يستجيب للفيروس بشكل مختلف، البعض ما يتأثر، موجود عنده بوزيتيف لكن ما يعاني من أي آلام، ما يعاني ما عنده أعراض من أي أعراض بالضبط. نعم. هني الجهاز المناعي قاعد يتعامل مع الوضع من شخص لشخص بشكل مختلف على حسب ايش كثر ذي الشخص عنده قوة جهاز المناعي، قوته ممتازة وقاعد يتعامل مع جسمه بكفاءة عالية. فاليوم من الأمر الأهم أن أنا أمارس الرياضة وأحافظ على توازن حياتي بشكل عام، سواء بالرياضة بممارساتي العامة خلال يومي، على أساس أن أنا أحافظ على مناعتي ممتازة. اللي بيحسن من المناعة أيضاً نتكلم عن هرمون السعادة أو هرمونات السعادة، مجموعة هرمونات تفرز، واحد منهم مسؤول عن القلق والتوتر. نعم. اليوم إذا الواحد يصيب قلق وتوتر من الوضع اللي صاير في البلد، راح ينزل من كفاءة المناعة عنده، وراح يكون عرضة أكثر لهذه الفيروس. فمن المهم أن احنا نحافظ على الرياضة علشان الهرمون اللي مسؤول عن القلق والتوتر السيروتونين يكون موجود، مسؤول عن الحب يكون موجود ايضا في ظل وجودنا اليوم ويا اهالينا، تعاملنا معاهم قربنا اكثر، والتعامل مع عيالنا ومع امهاتنا وابهاتنا في هذه الحب اللي يخليه يفرز هرمون الحب بشكل اكبر، هرمون الدوبامين اللي هو هرمون المتعه. شلون انا الواحد يكون عنده استمتاع في الحياه لما يمارس حياته ويمارس الانشطه الايجابيه على وجه التحديد، يزيد من افراز هذه الهرمون. هرمون الاندروفين ايضا، هذه اربع هرمونات هي هرمونات السعاده. اليوم كل ما مارسنا رياضه ومارسنا انشطه ايجابيه مع اهلنا في حياتنا بشكل عام، التزمنا، صار عندنا اطمئنان اكثر، هذه الهرمونات تفرز بشكل اكبر، معناته مناعتي عاليه، معناته انا واقي نفسي من ان انا اتعرض حق هذه الفيروس. ان شاء الله. والله العديد من الهرمونات اللي يعني اكتشفناها اليوم مع محمد ما كنا ندري عنها، يمكن احنا نحصل عليها لكن ما كنا نعرفها ولا كنا ندري عنها. ولا نعرف تجزئاتها بهذه الطريقه. بالضبط. يمكن من الامور اللي جدا اثارها استاذ محمد مهمه جدا هو البعد عن التوتر والقلق. صدقتي. يعني اعتقد احنا نعيد ونزيد من خلال هذا البرنامج ان احنا مهما استعرضنا لكم احنا نقول لكم اخذوا الاجراءات الاحترازيه، هذا اللي مطلوب منكم. صحيح. ومطلوب منكم تقلقون، ومطلوب منكم ان فعلا احنا نبي جهازكم المناعي يصير قوي. فبعيد عن التوتر، بعيد عن القلق، بعيد عن متابعه الاشاعات وتحليل بعض الارقام بطريقه غلط. بالضبط. او الاخبار السلبيه. بالضبط. صحيح. بالضبط. جانب ثاني، يمكن هذه التمارين الرياضيه بالاضافه الى الصلاه جماعه في البيت مع الاسره. صحيح. مع الابناء، مع الزوجه. صحيح. هذه ايضا يبعث على الهرمونات، هرمونات السعاده والحب وغيرها من الهرمونات اللي ذكرته. نعم. يمكن انا بروح معك حق جزئيه ثانيه. اليوم انا لما اتدرب في البيت بتدرب مع زوجتي وبتدرب مع عيالي. صحيح. فبعض التدريبات المنزليه بعضها مناسبه لي، بعضها غير مناسبه حق الاطفال، فيمكن لو تعطينا التدريبات المناسبه لكل افراد الاسره مجتمعه.
اليوم تجنب من خلالها ايضا الاصابات كابتن محمد. اكيد اليوم اول شيء اذا انا حاب امارس رياضه منزليه مع اهلي او حتى لو كنت بروحي بمارس الرياضه، اذا انا شخص ما كنت امارس الرياضه من قبل الفتره هذه وما عندي المعرفه الكامله بامور الرياضه واعاني من اصابه معينه، اصابه مزمنه، صحيح. عندي مشكله صحيه، لا تمارس الرياضه باللي تتابعه وفي السوشيال ميديا او من خلال الشاشات وتروح تطبق الرياضه اللي تشوفها على نفسك بدون ما تراعي هل هذه الرياضه تناسبك، مناسبه حق قوتك، مناسبه حق جسمك، هل جسمك جاهز لتطبيق هذه النوعيه من الرياضات وجاهز لتطبيق هذه المستوى من الشده والحمل في الرياضات. فاليوم انا عشان اطبق التمارين المتعارف عليها البسيطه اللي فيها الحركات الوظيفيه اللي انت اصلا تمارسها. اليوم لو نتكلم كتسميه تمارين نقول سكوات، سكوات هو قعدتك وقومتك من الكرسي او من الارض، الجلوس والوقوف هي السكوات. فاليوم مجرد ان انا ازيد الحمل واصعب المراحل من هذه الجلوس والوقوف بقدراتك انت كشخص، سواء الطفل، اليوم الطفل يقعد على الارض ويقوم، الشاب بالمثل، الكبير السن بالمثل، حركات الكل يسويها. فاليوم بعض التمارين اللانشز بنفس الطريقه، التمارين اللي احنا نتكلم عنها تمارين وظيفيه تعتمد على الجسم كله، ما فيها تقسيم نفس اللي يلعبون في الانديه الصحيه في السابق، يلعبون على تقسيم العضلات، اليوم انا العب على ذي الجهاز عشان تقسيم هذه العضله وهذه العضلتين، لا، اليوم احنا في حياتنا العامه ما نجزئ عضلاتنا، في حياتنا العامه حركاتنا العامه لو بغينا نشيل شنطه، لو بغينا نشيل اغراض، لو بغينا نستخدم كل عضلات الجسم، نستخدم جسمنا كله حركه وظيفيه، فانكشنال، جسمنا يتحرك، ما يتحرك بتقسيم جزئيه واحده عن الباقي. فلين انا اطبق التمارين في البيت اليوم اطبقها على نفس الاساس، شنو الحركه اللي انا اسويها عامه في جلوسي، في وقوفي، في حركتي، في صعودي الدرج، استخدمها في التمرين واوزعها على اكثر من حركه في بعض الاساسيات البسيطه لو اي احد يبحث عنها في الانترنت، خلينا نقول في جوجل، وبعض المدربين ما قصروا من خلال السوشيال ميديا، عطوا الاساسيات ان انا تمريني او برنامجي التدريب اللي في البيت يحتوي على الروتيشنال او الدوران، لانه شغله نستخدمها حتى في المشي. تمريننا يحتوي على سنجل ليج موفمنتس اللي انا تكون اعتمادي على قدم واحده في الارتكاز، في النزول، في الصعود، لان هاي اللي تستخدم، ما حد يصعد بريلين على الدرج، صحيح، استخدم ريل واحده. فنستخدم الجزئيات اللي احنا نستخدمها في حياتنا العامه نطبقها كتمرين، نسهلها ونصعبها على حسب قدرات اجسامنا اذا احنا ما نعاني من اي مشاكل. نعم، يعني احنا عشان نخليهم بس في السيف سايد نقول لهم ان يصيرون اكتف اكثر، يكونون اكثر حيويه بممارسه الاشياء الطبيعيه في يومهم، بس يكونون اكثر حيويه. اكيد 100%. لو بعقب على هذه النقطه اللي نكون اكتف، احنا لو نرجع بالسنين ورا، سنين اجدادنا خلينا نقول ما كان في انديه صحيه دكتوره للوقت، كانت في حركه عاليه، مستمره في حركه مستمره وحركه عاليه، وطبيعه العمل كان في حركه ونشاط عالي، فما كانوا يحتاجون الانديه. اليوم احنا نقول زيد حركتك لان طبيعه حياتنا صارت كسوله وبليده نوعا ما. بالفعل اكيد، يعني مشاهدينا التغذيه ضروريه وخصوصا خلال تحدي فيروس كورونا، لان الجسم الصحي يمكن انه يكون قوي او يقوي مناعته بسبب اخذ كفايته من الفيتامينات واكيد الراحه وتنشيط الدوره الدمويه من خلال بعد الرياضه. ومن الممكن بعد يا لولو ان ناخذ هذا التحدي الصحي وشهر رمضان الكريم عشان يكون دافع لنا لنبدا نمط حياه صحي ويمتد معانا الى طول العمر ان شاء الله. الزميله شوق العثمان عاد لنا تقرير، خلينا نتابع معاكم وراجعين استكمال حديثنا مع ضيفنا الكريم الكابتن محمد شرقاوي. اهميه كبيره للتغذيه وخصوصا في هذا التحدي الصحي، حيث يبدأ تنظيم الأغذية من خلال عدم الإفراط في الشراب أو المأكل واتباع أنظمة صحية مثل ما يصير في شهر رمضان الكريم. ضروري أن يهتم الإنسان بالأطعمة التي تمده بالطاقة ولا تساهم بزيادة وزنه، ولكن البقاء في المنزل والصيام قد يمثل فرصة لاتباع نظام أكثر فائدة وصحة في غياب التجمعات العائلية الكبيرة، لأن هذه التجمعات دائما ما تميل أطعمتها إلى السعرات الحرارية المرتفعة والقليلة بالمغذيات والفيتامينات. ومع البقاء في المنزل واتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية، يجب علينا أن لا نهمل الرياضة اللي تعتبر عامل أساسي في تقوية مناعة الجسم والحفاظ على الصحة العقلية والجسدية وحتى تحسين المزاج. ومع ممارسة الرياضة بشكل مستمر ودوري، يجب علينا عدم نسيان الماء، فأغلب مؤشرات الإحساس بالجوع تأتي لفقدان الجسم للترطيب الكافي. تحدي كورونا وشهر رمضان الكريم باب من أبواب الدخول إلى عالم النمط الصحي من خلال تحسين العادات الغذائية
والمحافظة بشكل أكبر على الصحة. شوق العثمان لبرنامج مجتمع واعي. حياكم الله من جديد ومستمرين مع الكابتن محمد الشرقاوي، بنتكلم بالتاكيد معه عن التمارين الرياضيه في المنزل وعن الاغذيه الصحيه والتغذيه. وشفق عثمان قبل شوي تكلمنا عن التغذيه الصحيه، انا بتكلم عن اشتراطات السلامه معك كابتن محمد الشرقاوي. شنو الاشتراطات اللي ممكن نتبعها في البيت واحنا نمارس الرياضه في البيت مع عيالنا ومع زوجاتنا واهلنا؟ اشتراطات السلامه ابو تركي مو بس في هذا الوقت، دائما الرياضه هناك اشتراطات سلامه في كل وقت، انك انت تمارس الرياضه في مكان مناسب، في أرضية مناسبة، لبس أحذية مناسبة للسلامة. اليوم مع الوضع اللي صاير مهم أنك أنت تباعد المسافة الاجتماعية مهمة، حتى لو نقول إحنا أهل بيت واحد وما نطلع كلنا قاعدين 3-4 أشخاص بعد نلتزم بالتباعد، ملتزمين بعد يلتزمون بالتباعد. ليش؟ لأن المناعة مختلفة من شخص لشخص، صحيح. وقوتها من شخص لشخص مختلفة، الواحد ما يعرف يمكن خروجه لأي غرض في الضرورة القصوى وعودته هل اكتسب مسألة معينة، ما حد يدري. تباعد ذي راح يحميه من أنه يصير هذه الانتقال، خاصة في وقت ممارسة الرياضة. حين احنا شو نقول؟ الرياضة تقوي المناعة، صحيح؟ لكن وقت ممارسة الرياضة والصعود في شدة الرياضة من مستوى متوسط إلى عالي في هذه المستويين، إذا ذيلاً الناس في البيت قاعد يمارسون هذه المستوى من الرياضة، فترة الرياضة وبعد نهاية الرياضة تقريبا خلينا نقول من نص ساعة إلى ساعة تكون مناعة المناعة قليلة في أدنى حالاتها، فقابل لاكتساب أي عدوى من أي مرض كان مو بس الفيروس. عشان كذي ينصح إذا واحد يمارس رياضة طالع من التمرين أو طالع من مجهود بدني عالي ما يروح المستشفيات حتى لو هو بحاجة، ينتظر ساعة ساعتين بعدها يروح، لأن جسمه عرضة حق اكتساب هذه الأمور. فمن الواجب أن احنا نلتزم حتى بالتباعد الاجتماعي حتى في البيت وإحنا نتمرن، تباعد مسافة بين الجسم، محافظة على النظافة، المحافظة على نظافة المكان، التعقيم، يعني أعتقد الإرشادات اللي من بداية الجائحة والإعلام مو مقصر والعالم مو مقصرين في الإرشادات هذه كلها تتبع بحذافيرها من خلال الرياضة، والتباعد أمر مهم حتى في المنزل. بالفعل يعني الواحد مو قاعد في بيته يقول لا أنا في مأمن، بالعكس لا. لازم هذه نفس الإجراءات اللي يطبقها في أي مكان يطبقها هو يمارس الرياضة. وأكيد يعني شهر رمضان المبارك شهر خير وشهر اعتدنا فيه على وجبات وأنواع الأكل المختلفة والمتنوعة وعلى الرقم من الأضرار اللي تسببها بعض هذه الأساليب الغذائية. فوز التغذية السليمة لولو، التغذية السليمة خلال هذا الشهر الفضيل من أهم الأمور اللي لازم ننتبه لها عشان نحافظ على سلامتنا، خصوصا في ظل وجود فيروس كورونا. نعم أكيد، وأسئلة كثيرة عندي أنا شخصيا وعند كل الناس اللي قاعد يتابعونا أكيد خلال هذا الشهر الفضيل، نحن بنطرحها على ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة عائشة سالم المفتاح أخصائية تغذية علاجية. يا هلا ويا مرحبا فيك دكتورة، ومبارك عليك ما تبقى من الشهر. حبيبتي علينا وعليك إن شاء الله وكل عام وانتم بخير ومنعود إن شاء الله. شكرا على هالاستضافة. الله يسلمك. يعني التغذية السليمة، أو لو نتكلم أكثر عن التغذية السليمة اللي لازم نتبعها خلال شهر رمضان، إحنا بعد يمكن شهر رمضان قضى يعني، بس شلون نقدر نتدارك في الأيام الأخيرة وثلاث أيام العيد وعيش العيد والغوزي وهالسوالف؟ هو تعرفين إحنا تعودنا للأسف يعني كل شهر رمضان متعودين على عادات رمضانية، يعني للأسف فقدناها شهر رمضان هذه الحالي، فأثر سلبيا شوي على بعض الأشخاص، يعني مثل التجمعات العائلية، القرقعون، القطقات وإلى آخره. بس يعني هذه أنا أقول ذي الأمر يعني على مثل ما يقولون يحمل في طياته أشياء كثيرة إيجابية، يعني مثل نوفر الأطعمة، تقليل من نفقات الموائد العامرة تعرفين اللي كل سنة إحنا نسويها. فدي يعني البقاء في المنزل أو في البيت يعني بسبب فيروس كورونا يعني يمكن يخلي الشخص شوية للأسف يتبنى سلوكيات غير صحية على قرار النشراها، وفي الأكل وفي تناول الوجبات الدسمة وجبات سريعة. فهاي العزلة يعني حق بعض الأشخاص شوية يعني قاموا يحسون بملل وضغط نفسي بسبب هاي التغيير المفاجئ. فش اسمه يدورون لهم على أشياء في البيت يسوونها بس عشان يقضون وقتهم. فالاستمتاع بالأكل هو الوسيلة اللي للأسف يعني ناس وايد يعني قاموا فيها وقاموا يطبخون. هي الأسهل دكتورة. وقام ما شاء الله اللي ما يعرف يطبخ قام يطبخ،
أقوي أسوي كيكات وبيتزات ومعجنات وخبز في البيت. فيعني هاي المشكلة في اكتسابها الآدات الغذائية الغير صحية أصبحت يعني تشكل خطر صراحة على الصحة. بالفعل يعني الدكتورة بعد قبل كان في السابق كانوا يأكلون يعني الوجبة يأكلونها أفراد الأسرة كلهم، الحين هم قاعدين أسرة صغيرة يتوزعون هالأكل نفس الكمية بس يأكلونها هم. بالضبط. فللأسف يعني صراحة أنا لازم نحط خطوط حمراء حق هالشيء. فالمفروض يعني هو يعني المفروض إحنا نكتفي بتناول كميات يعني أكل تلبي حاجاتنا الغذائية. لأن شوفي زيادة الوزن أو نقصان الوزن يقلل ويضعف من مناعة الجسم. الناس يعني ما يعرفون يعني السمنة ترى إذا واحد سمين أو عنده زيادة في الوزن قد ترى وايد يقلل من المناعة عندنا، وهم يعني يخلي مثلا ما يواجه الأمراض، خاصة إحنا حين تعرفين يعني نواجه هذا المرض وبسهولة ممكن أي واحد صراحة يعني يصيده. فضروري تقوية المناعة، فزيادة الوزن لا هي صحية ولا نقصان الوزن صحي. بالضبط بالضبط دكتورة. وهذا الكلام نفس اللي كنا نتناوله مع ضيفنا في الاستوديو الكابتن محمد الشرقاوي. لكن لو بقول لك دكتورة عاشت، لو تنصحين المتابعين عشان يتناولون الأغذية السليمة خاصة لمكافحة فيروس كورونا المستجد؟ اي نعم اي نعم. هو شوف اول شيء لازم احنا يعني نتخذ يعني او ان احنا يعني ناخذ برنامج غذائي صحي قد ما نقدر، ناخذ العناصر الغذائية المهمة اللي هي تعزز عندنا المناعة اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون، وفي فيتامينات تعزز عندنا المناعة. ف يعني المفروض احنا قد ما نقدر اول شيء ان احنا نبتدي ناخذ ثلاث وجبات رئيسيه. طبعا احنا بنخلص رمضان، فهل تبون اقول عن رمضان ولا نبتدي بس لا خلينا نبتدي ما بعد رمضان ان شاء الله. ما بعد رمضان اي نعم. فثلاث وجبات رئيسيه قد ما نقدر، يعني يكون فيها كل المواد الغذائيه الرئيسيه، يعني فيها بروتين اللي هي مثلا نبتدي بوجبه الريوق، مثلا يكون فيها اجبان او بيض حليب، لأن خاصة هالأيام بعد ناس وايد ترى ما يشربوا من منتجات الحليب، وهذه كلها مهمة لأنها تعزز البروتين يعزز عندنا المناعة. وفي طبعا موجود عندنا الزنك، الزنك موجود فوق في موجود في اللحوم، موجود في البيض، موجود في الألبان. فهاي الزنك بعد يعزز عندنا المناعة. الفيتامين سي يعني بكثرة، فلازم احنا ناخذ الفاكهة والخضرة يعني قد ما نقدر، لأن احنا للأسف لأن احنا قاعدين احنا في البيت، فأكثر شيء اللي يستهلكونه صراحة الحلويات والوجبات السريعة والوجبات اللي متروسة دسم. فللأسف هاي ما قاعدة تساعد ان هي تعزز عندنا المناعة واحنا محتاجينها في هالوقت. نعم اي نعم. تفضل يا غير كذي عندنا فيتامينات باء اللي هو B6 وB12 وB9 وB2، هاي كلهم بعد موجودين في الخضروات، موجودين في اللحوم. يعني احنا هاي المفروض احنا قد ما نقدر اذا بنروح مثلا بنشتري مشتريات حق البيت قد ما نقدر الحين شوي نحاول قد ما نقدر نقلل من الوجبات اللي ما منها فايدة، مثل السكريات البسكت والكيك والآيس كريمز، ونستبدلها. ما أقول بعد نستبدلها مع إيش ممكن أنا هذي، بس نقلل منها ونزيد من الأشياء الطازجة، نزيد من الأشياء الصحية أكثر العضوية، عشان هذه الحين إحنا محتاجينها. غير شذي هم بتساعدنا بعد على أن إحنا نحافظ على وزننا وعلى صحتنا. ف يعني مثل ما قلت، اذا كانت الصحه اوريدي قويه فما في مجال ان يعني ان المناعه تقل عندنا. ممارسه الرياضه يعني انا يعني اقول في البيت يعني قد ما يقدرون هم، يعني عشان الواحد بعد قد ما يقدر يعني عشان يعزز بعد المناعه، يعني يسوي له برنامج في البيت، يعني ما يهمل نفسه بس لانه قاعد في البيت. فتلاقينا متعود على برنامج عادي، اول يروح الجيم او يروح مثلا يسوي رياضه برا. فقد ما يقدرون العائله كامله ممكن يشترك فيها، الاهل كلهم الام والعيال والابو يسوون برنامج يعني تحسينه ممتع بسيط، انك الكل ممكن يمارس الرياضه. اكيد. واحنا اليوم بعد معانا هنا استاذ محمد، واكيد بيطلعنا اكثر على الرياضات اللي نقدر نسويها في البيت. كل شكر لك ضيفتنا الدكتوره عايشه سالم المفتاح، اخصائيه تغذيه علاجيه، شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه دكتوره. ما اعتقد ان الدكتوره طلعت عن نفس السياق اللي انت تكلمت فيه، خاصه صحيح. من ناحيه التمارين الرياضيه والتغذيه الصحيه، بس هي زادت على البي 9 والبي 10 والبي 2. هاي موجود عندك كابتن ولا مو موجود؟ الزنك الزنك بعد. هذه الفيتامينات والمعادن بتفاصيلها اللي ذكرتها، وبشكل عام كل الفيتامينات والمعادن من خلال التغذيه، واللي
جسمك يعني يبتدي يمتصها بشكل افضل ويوظفها في 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 وتساعدك في التمارين بعد تكون خفيف. اكيد البي 12 يعني يمكن من اكثر الفيتامينات اللي تساعد على الاستشفاء من خلال تمرين لتمرين، وتحسن من الجهاز العصبي عندك وتحسن من الناقلات العصبية عندك، مثل ما كان الفيتامين بي 12 وبي 6 وبي 9 هاي خلينا نقول البي كومبلكس، هذه تكون موجودة بكميات كافية وبكميات صحيحة داخل جسمك. نعم، يعني اكيد خلال هذه الفترة اللي تم فيها اغلاق النوادي الصحية كثير من الأشخاص اللي كانوا معتادين تأزموا، يعني حتى نفسيا تأزموا لأنه كان جزء من برامجهم اليومية. صحيح. وفي بعضهم راحوا شروا لهم بعض المعدات يبوها البيت، وبعضهم لا يعني. نعم. قالوا إن إحنا راح نوقف فترة ونمارس رياضات عادية لغاية ما تفتح النوادي. صحيح. نصيحتك لهم شلون يقدرون يعوضون بدل النادي الصحي؟ في الأساس أنت اللي ممكن ذكرنا في البداية أن أنت الحركات اللي تطبقها تقدر تطبقها في البيت، يمكن اللي اعتمد على الأجهزة، اللي اعتمد على أدوات معينة، اللي اعتمد على مدرب يكون معاه على طول من خلال مجموعة تدريبية، هذا لأن أكثر ناس راح يعانون نسبيا لما يجون البيت وما عندهم نفس الأدوات ونفس الأجهزة، هما بس مجرد مخيلة. اليوم أنا الموفمنت اللي أسويها أو الحركة اللي أسويها من خلال الجهاز معين أقدر أطبقه في البيت، اللي كان في بنج عند خاص في الجيم أقدر أطبقه أنا على الأرض أو على كرسي في البيت، حتى على سوفا ممكن، حتى على طاولة ممكن. نعم. ما احتجت هذه الأمور، في الأرض كافي وأكثر من كافي. كل اللي كنت تطبقه وسع مخيلتك شوي، نفس الحركة طبقها في البيت، ضيف الأدوات اللي متوافرة عندك، إن كان عندك بعض الأدوات البسيطة الدامبلز ولا بار ولا بعض الأوزان، أو حتى تستخدم أدوات إضافية، دباب الماء 5 لتر ولا إيه؟ أكبر على حسب الاحتياج، تقدر تستعين فيها، خيشة عيش الصغيرة 20 كيلو تقدر تستعين فيها، شيل ولدك ولعب، شيل ولدك ولعب الهاند باج ولا الباك باج، حط فيها أي وزن تبي، عسى حصد حط وشيل ولعب وشيل. إذا أنت محتاج أن أنت تستخدم أوزان وأنت متعود على حمل معين وما تبي تخسر الليفل اللي أنت واصل فيه، قادر أنك تعوض بهذه الأدوات. غير كذي تقدر تستخدم جسمك، جسمك هو الآلة الأساسية، هو اللي يعطيك الحمل، مجرد ما تغير في الرتم تزيد من قوة الانفجارية مالتك، بدل ما تسوي على في مستوى خلينا نقول سرعة عادية، تقدر تبطئ السرعة فيصير الحمل ثقيل على العضلات ويصير ستريس أكثر فيساعد على المحافظة على الكتلة العضلية. أيضا استخدام القوة الانفجارية، إذا أنا كنت أسوي مثلا نضرب المثل في السكوات أيضا لأن أسهل شيء نقدر نركب عليه حق المشاهد، تقدر تسوي مع الجام بقوة انفجارية أقوى ما عندك يطلع جام، فيعطيك أيضا ستريس على العضلات بطريقة مختلفة. فتغيير التيمبو هذه في الحركات راح يعوضك عن وجود الأدوات ووجود الأجهزة هذه. والله الحديث معك شيق كابتن محمد الشرقاوي، ومعلومات مهمة ومفيدة للجميع، وخاصة لمختلف أفراد الأسرة ممكن يطبقونها في المنزل، خاصة اللي متعود على تدريبات في الأندية الصحية والجمات ممكن يطبقها اليوم في البيت. يعطيك العافية، وشفناك من خلال المواقع الانستغرام ومواقع التواصل الاجتماعي، وشفناك مع زميلنا عيسى جريدة تتكلم عن هذه الجوانب التدريبية والتمرينية مع الجميع. يعطيك العافية. الله يعافيك. كل الشكر والتقدير، واحنا موعدين معك ونطلع لايف بعد انستغرام ان شاء الله باذن الله. تحتمل فاصل مشاهدي الكرام، راجعين لكم بالتأكيد مع مجتمع واعي. لو سألتوني شنو تعني لك الحياة؟ التصوير لما يوثق لحظاتنا الحلوة، لكن كل هاللحظات ممكن تختفي بسبب قلة وعي وتصرف غير مسؤول. أنا وأحمد أعاني من أمراض مزمنة، الموضوع اللي يسهل إصابتي بالعدوى إذا اللي حولي ما خذوا احتياطاتهم. حياتي حق، عاملها كأنها حياتك. حياكم الله من جديد. لولو، أكيد شفنا خلال الفترة الماضية الكل قاعد يمارس الرياضة ومنها ركوب الدراجات الهوائية،
طبعا شفنا العديد من الحملات المتواصلة اللي نفذتها الإدارة العامة للمرور لتوعية المخالفين للأنظمة المرورية من قبل سائقي الدراجات الهوائية بضرورة توافر شروط السلامة للدراجة. كلامك سليم يا فواز، وأعتقد أن ذي الفترة صارت هبة الدراجات الهوائية، وأكيد الفريق رافق هذه الحملات جهود أو رافقت هذه الجهود توعوية من قبل إدارة الثقافة المرورية بحق سائقي الدراجات واللي كانوا يسيرون في مجموعات بما يخالف الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنها قرار منع التجمعات، حيث تم تعريفهم بأهمية اتباع الإجراءات والإرشادات والأنظمة المرورية المحققة عشان سلامتهم، عشان سلامة بعد مستخدمي الطريق. الزميل طلال نايف رافق إحدى حملات المرور التوعوية ورجع لنا بهذا التقرير، خلنا نشوفه معكم. لتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، نفذت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور حملات توعوية مختلفة، وركزت خلال حملاتها بكافة مناطق المملكة على مرتادي الطريق، خصوصا من سائقي الدراجات الهوائية، لضمان السلامة العامة واتباع الإرشادات الصحيحة. لازم أنك تأمن الدراجة، تأمن روحك أنت بعد في الشارع، أساس أن السائر تشوفونك وأنت تمشي، يمكن تروح مكان مثلا ما في إنارة، فدائما لازم تكون ملتزم بهاي الأنظمة. ثاني شيء شباب، تعرفون لازم يكون في تباعد اجتماعي. نشكر الإدارة العامة للمرور على حملاتهم التوعوية لحماية سائقي الدراجات في البحرين ومتابعتهم الدائمة لنا. هذه الجهود هي جملة من الحملات التثقيفية التي تعكس مدى حرص الإدارة العامة للمرور على توعية المواطنين والمقيمين حول التطبيق السليم للإجراءات الاحترازية، ومن أبرزها متابعة تطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم ممارسة الرياضة لأكثر من شخصين، ناهيك عن تزويد الدراجة الهوائية بالإنارة وارتداء ملابس السلامة. سيفتي أول شيء، أهم شيء سيفتي على السيكل، الأضواء، ليتات خلفية أمامية، هلمت وايد مهم، يعني هاي الاشياء الاساسيه. في ناس يحبون يلبسون يعني اشياء اضافيه مثل هاي البادي سيفتي، والتزام يعني بالتباعد الاجتماعي، مسافه على الاقل بينك وبين رفيجك، يعني خل المتر على الاقل، هاي يعني حق يعني حمايه من الامراض المنتشره حاليا، وكسيفتي بينك وبين السيكي عشان ترجعون مع بعض او شيء لا سمح الله. انا اليوم مخالف في قياده الدراجه الهوائيه بدون خوذه، فنشكر الاداره، اداره المرور على التوعيه، وأنا إن شاء الله بلتزم بالقواعد، قواعد السلامة، وهذا كله حق سلامتنا في النهاية. هاي طبعاً واجب علينا كرياضيين إحنا بحرينيين نلبس الهلمت الواقي الرأس والإضاءة الأمامية والخلفية، ونحاول ما نجمع أكثر من شخصين. الدوريات المرورية ستستمر بحملاتها على الطريق لنشر السلامة العامة وفق الاستراتيجيات المدروسة لتحقيق القاية المنشودة، والتي تضمن لراكبي الدراجات الهوائية السلامة من أي خطر قد يلحق بهم أثناء ممارستهم هذه الرياضة. الإدارة العامة للمرور تواصل مختلف حملاتها التوعوية لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتذكر وتعرف مستخدمي الدراجات الهوائية بالإرشادات والأنظمة المرورية الصحيحة لضمان سلامتهم وسلامة طارقي الطريق. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. حياكم الله. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد صلاح شهاب، مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور. مساك الله بالخير أستاذ صلاح، ولو ودنا نعرف من خلالك الدوافع وراء انطلاق حملة إنفاذ القانون وكذلك حملة توعية لسائقي الدراجات الهوائية. المساء عليكم بالخير وعلى جميع الأخوة والأخوات المشاهدين. يا مرحبا. طبعا لا يخفى على الجميع أن الإدارة العامة للمرور تقوم بأداء واجبها ومهامها الموكلة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والرامية إلى تدعيم السلامة المرورية والحفاظ على معدلات السلامة على الطريق، سواء من تنفيذ القانون أو توعية. في الحقيقة الدراجة الهوائية واقع ضمن الحملات على مدار العام، ويمكن التركيز الحاصل عليها في الفترة الحالية يرجع إلى زيادة أقبال المواطنين والمقيمين على ممارسة رياضة الدراجة الهوائية بأعداد يمكن واضحة في الشوارع العامة، دون التقيد البعض بإجراءات ومعايير السلامة، واللي بدوره يأثر على حركة الطريق والسلامة العامة. وطبعا هذه السلامة تكون مرتبطة بسواق الدراجات الهوائية وتأثيرها منعكس على
قائد المركبة والمشاة والعكس صحيح. فالدور في التوعية والنشر للاستخدام السليم واجب وضروري، فحرصنا على تكثير في هذه الفترة. نعم، لو تكلمنا عن أهم الاشتراطات المطلوبة في سائق الدراجات الهوائية، وهل تعتقد أن في سيرهم في مجموعات تعتبر مخالفة مرورية؟ يمكن أهم الاشتراطات اللي يجب توافرها في سائق الدراجة الهوائية أن يكون شخص راشد قادر على إدراك الحركة المرورية واستخدام الدراجة الهوائية بشكل آمن، الالتزام بلبس السلامة كالخوذة والملابس العاكسة وتوفير الإنارة الأمامية والخلفية للدراجة، أيضا التغير بالأنظمة والقوانين المرورية في الدراجة جزء من قانون المرور، كذلك الالتزام بالسير على جانب اليمين من الطريق باتجاه المركبات. ما نخفى في نقطة مهمة وضرورية في ظل التعليمات والإرشادات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ضرورة استخدام الدراجة الهوائية بشكل فردي أو ثنائي، وإن كان هناك في حالة لاستخدام ثنائي يكون بشكل التتابع اللي هو الواحد خلف الآخر، صحيح. لتفادي دخول الدراجات في مسارات المركبات. صحيح. برجع للسؤال اللي تفضلتي فيه، طبعا بالطبع السير في مجموعات دون مراعاة الإرشادات والتعليمات تعد مخالفة مرورية. نعم. لو بنسألك أستاذ صلاح عن معدل الحوادث المرورية للدراجات الهوائية سنويا بشكل سنوي. لو بنرجع حق العام 2019 من مجموع الحوادث، شكلت الحوادث الدراجات الهوائية نسبة 4%، وإن كانت النسبة قليلة لإحصائية الحوادث إلا أن الأرقام في نهاية المطاف تعكس سلامة أرواح الناس، وبالطبع ما ودنا بأي نسبة تكون حاضرة في هذا الجانب، وخاصة لما نتكلم عن حوادث الدراجات يمكن في غالبها يكون إصابات بليغة إلى لا قدر الله حالة وفاة. نعم، يعني نلاحظ أن أنتوا على طول في الحملات تتبعون لقة الإرشادات في التوعية، يعني لو تكلمنا عن أبرز النصائح اللي توجهونها حق سائقي الدراجات الهوائية. بالتأكيد الإرشادات اللغة متطورة ومتجددة مع استمرار تقدم الرياضة أو وسيلة النقل، خاصة مع وجود تقنيات داعمة ومصاحبة، وإحنا نحب نوصلها للمنفعة والاستفادة العامة باستمرار. يمكن أبرز النصائح تكون هي ضرورة تناسب الدراجة مع الفئة العمرية لمستخدميها، تأكد من سلامة الهيكل قبل القيادة، وتوافر عناصر السلامة كالإضاءة ووجود وجودة الفرامل ولبس الخوذة ضروري، عدم الانشغال بغير الطريق خاصة استخدامات الهاتف في عملية التصوير أو كتابة الرسائل النصية أو حتى في استخدام التطبيقات الإلكترونية أثناء قيادة الدراجة الهوائية. في نقطة مهمة اللي هي استخدام سماعة الأذن، احنا نأكد عليها أن استخدامها لجانب واحد من الأذن دون الأذنين معا لتفادي التأثير على حاسة السمع، وانعزال سائق الدراجة الهوائية عن الشارع، ضرورة الإشارة باليد عند الانتقال من مسار إلى مسار آخر، عدم التجاوز بين المركبات، الابتعاد عن الشوارع الرئيسية والفرعية قدر الإمكان، وممارسة الرياضة في الأحياء السكنية، وضرورة مرافقة الأطفال في المناطق السكنية. بالنسبة يعني احنا دائما ننصح للمنضمين حديثا لممارسة رياضة الدراجة الهوائية، دائما ننصح الاطلاع والمعرفة لأخذ المزيد من التفاصيل وأخذ المعلومات الصحيحة في الممارسة، وممكن كذلك زيارة حساب الإدارة العامة للمرور على تطبيق الانستغرام بحرين ترافيك بي اتش، ممكن من خلال التزود بأهم الإرشادات والنصائح والمعلومات اللي تمكن أي مستجد في رياضة الدراجة الهوائية أن يتزود بالمعلومات الأساسية اللي تمكنه من قيادة الدراجة. صحيح. أستاذ صلاح، نلاحظ من خلال مداخلتك وأيضا من خلال الإجراءات الإدارة العامة للمرور أن لغة التوعية المرورية باتت تعتمد على الجوانب الإيجابية، يعني إلى أي مدى تتحقق هذه الطريقة أو تحقق هذه الطريقة الأهداف المرجوة؟ نحب نأكد أن لغة العصر اليوم والتجارب الدولية المتقدمة في هذا الجانب تقوم على عنصر التحفيز والترغيب، كونها تحقق الدافع الذاتي للفرد في الالتزام
والهدف المؤثر لنجاح الرسائل التوعوية اللي تبثها الإدارة العامة للمرور وتضمن وصولها لمستخدمين الطريق بشكل عام. وهذا اللي تمثل في تصريح سعادة العميد الشيخ عبد الرحمن بن عبد الوهاب الخليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور في انخفاض نسبة المخالفات المرورية لعام 2019 بنسبة 22%. وهذه الفترة اللي بدينا فيها مبادرة شكرا لتكريم السواق الملتزمين وحث السواق المخالفين للمزيد من الالتزام من خلال التحفيز والمبادرات الإيجابية. نعم، كل شكر لك سيد صلاح شهاب مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. أيضا في زمن الكورونا تغيرت العديد من الأمور، تغير التواصل مع الأهل والأصدقاء، تغيرت أساليب التعليم، تغير التعامل الاقتصادي، تغيرت معظم أمورنا اليومية. فعلا يعني هذا التغيير يتطلب بالتأكيد تغيير وتطوير لأساليبنا اليومية عشان نقدر نتماشى مع هذا الأسلوب الصحيح ونقدر نحقق الأفضل إن شاء الله. بالتأكيد الدكتور خالد العلوي استشاري أرشاد نفسي وأسري هو اللي راح يخبرنا عن هذه الأساليب. نتشرف فيك دكتور، مساك الله بالخير ويا مرحبا فيك. يا هلا فيكم أستاذ فواز ودكتورة لولوة، ونقول لكم كل عام وانتم بخير مقدما وحكومة وشعبا مملكة البحرين. وانت بخير ويعطيكم ألف عافية حقيقة. الله يعافيك، واحنا سعداء جدا بسماع صوتك وهذا الإيجابية والابتسامة، أنا واضح من خلال التلفون أحس بالابتسامة موجودة على محياك دكتور. دكتور، للأسرة دور كبير في توجيه الأبناء وتوعيتهم في مختلف المجالات، في مختلف مجالات الحياة، وعلى وجه الخصوص اتباع الإجراءات الاحترازية لسلامتهم وسلامة اللي حواليهم. شلون تقيم هذا الدور؟ إذا سمحت لي بس أستاذ فواز قبل لا أبدأ، يعني بس أحب أتطرق إلى الجانب النفسي وتأثيره على السلوك بشكل عام. خاصة إحنا طبعا كلنا ندرك أن الجميع يعيش في أيام مليئة بالتحدي هالأيام، وإحنا نواجه جائحة عالمية وتثير التهديد والخطورة. ولا شك أن هذا الأمر طبعا يؤدي لحدوث استجابة التوتر النفسي لدى الغالبية العظمى من الناس عندنا. ومثل ما نعلم طبعا أن هناك في فروق بين البشر في استجاباتهم المختلفة لمثل هذه الأمور أو الأحداث أو الأزمات، وعادة تكون إما الشعور بالبلادة التامة ودون مبالاة أو أي اهتمام، ومن ثم ترك الحبل على الغارب كما يقال، أي عدم الإحساس بالمسؤولية بتاتا، وإما أن يكون الشعور مبالغ فيه من حيث التوتر النفسي واللي أدي بدوره إلى الخوف والقلق، أي استجابة انفعالية لا معنى لها، مثل يعني هذه طبعا يحدث من خلال التفاعل المباشر مع الأزمة أو الحدث بردة فعل معينة لا إرادية، وتكون يعني دون الإدراك الطبيعي، أي يكون التفكير كأنه مشوه، ويكون شعور القلق نحو الأزمة هو المسيطر والمتحكم في التفكير. وفي هالحالة طبعا تكون الحالة غير صحية بتاتا، وتنشغل في نفسه مع الحدث، ومن ثم نشوف يتكرر التوتر النفسي وتتسع دائرة القلق والخوف مع الوقت، ويكون الإنسان واقع تحت تفكير مشوه وهو المتحكم فيه دون أن يصل أو يفكر حتى في مخرج أو حل يحمي من شلون في كيفية مواجهة الخطر أو التهديد. وهذا احنا ما نطلق عليه التفاعل مع مشاعر الخوف والقلق. اما الاستجابه الثالثه اللي بقولها فعلا هي الاستجابه اللي بتكون الطبيعيه واللي هو الصحيحه مع مشاعر الخوف والقلق، هو الشعور الطبيعي اللي لابد ان يكون هناك فيه شيء من الخوف والقلق الصحي من هذا التهديد او الامر الخطير اللي هو مثل ما نشوف عن الكورونا اليوم تهديد حق الجميع. وعشان احنا نحمي ونقي انفسنا من هذه المخاطر. وطبعا هنا المقصود مسامحه بس تفضل، بس أنا كنت بقول بكمل عن الاستجابة هذه اللي هي الطبيعية، يعني هي إحنا نستجيب للحدث أو الأزمة، وبالتالي فإحنا نتحكم في عقولنا بدل ما أن هي عقولنا تتحكم فينا. نعم. وتكون الأمور تحت سيطرتنا. نعم. وبالتالي نقدر إحنا نستطيع أن إحنا ننخرط التفكير الصحيح وبشكل طبيعي نواجه الأزمة بمخرجات وحلول مناسبة جداً، ويكون عكس التفاعل اللي كما سبق الإشارة اللي قلنا عن الخروج، يعني عفوا الأمور تخرج عن سيطرتنا. نعم. بالنسبة للأسر طبعا أنا أتمنى حقيقة وعلى وجه التحديد أولياء الأمور ينتبهون إلى هذا الأمر بشكل جيد، يعني المفروض أنه خاصة إذا فهمنا أن ما فاقد الشيء لا يعطي، فعلينا أن إحنا أولا كأولياء أمور نهيئ ونعد أنفسنا أولا ونتعامل مع
أي حدث أو أزمة بشكل طبيعي حتى نتمكن من توصيل رسالاتنا بشكل صحيح لأبنائنا. ومثل ما يقال طبعا رب ضارة نافعة، مسامحة أنا يمكن سرت في الكلام ولكن بس حبيت أوصل الفكرة الأساسية بالنسبة حق الأهلي. ومثل ما يقال رب ضارة نافعة، أعتقد أن فعلا يعني هذه الأزمة خلقت لنا فرصة مناسبة كأولياء أمور أن نعيد أوراقنا من جديد في التعامل مع أولادنا من خلال اللقاء الأسري المطلوب في شكل طبيعي، ونستغل هذه الفرصة ونستثمرها بشكل جيد في خلق الأجواء الأسرية المناسبة. وهذا المهم نعم. استغلال بالضبط. هذه الفرصة بالضبط بالفعل. فإحنا بالفعل دكتور يعني إحنا نشكر لك، وأكيد هذا الوقت هو يجب أن يتم استغلاله في التجمع مع الأسرة. وكل شكر لك دكتور خالد العلوي استشاري إرشاد نفسي وأسري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تتعامل مملكة البحرين مع مسألة العمالة الوافدة بإنسانية واضحة، تؤكد من خلالها أن حقوق الإنسان إرث حضاري وواقع مشهود جسد البحرين على مدار التاريخ. صحيح، يعني والبحرين ما فرقت بين مواطن أو مقيم في جميع الإجراءات اللي اتخذتها، بل عاملتهم سواسية انطلاقاً من مبدأ المعاملة الإنسانية، مع التأكيد أن هذا العامل جزء من مسيرة بناء هذه المملكة ونهضتها. خلنا نتابع معكم التقرير التالي وراجعين لاستكمال فقراتنا. تقاس مكانة الدول بتحضرها وتعاملها الإنساني في إدارة الأزمات والكوارث، وهو التحدي الذي أثبتت فيه البحرين تقدماً واضحاً ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا عبر آليات عمل إنسانية ومجتمعية راقية أقرتها اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد بشأن قضية العمالة الوافدة. وفي هذا الإطار وبناء على توجيهات معالي وزير الداخلية، جاءت الإجراءات المتخذة مع القضية بتحدياتها الكثيرة، بحيث كانت البداية بحملات توعوية مكثفة قامت بها شرطة خدمة المجتمع، والتي تواصلت مع أفراد العمالة الوافدة وتوعيتهم باستخدام لغات متعددة من أجل سلامتهم والتزامهم بالتدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا. فيما قام المحافظون وتنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية بمباشرة إجراءاتهم من أجل تخفيف الكثافة العددية في مناطق سكنهم المكتظة، مما يتطلب توفير مساكن مؤقتة بديلة لهم ومزودة بالاحتياجات الضرورية والمعيشية وتتمتع بكافة اشتراطات السلامة. نفذت المحافظات عمليات مسح ميداني لتحديد الأماكن المراد نقل العمالة منها وتلك المقترح نقلهم إليها. رافقتها حملات على مباني السكن الجماعي المشترك لقياس مدى توفر اشتراطات السلامة فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالف منها لاشتراطات السلامة، والتي يزيد عددها عن 1600 مبنى. وفي مقدمتها التكدس العشوائي للعمال، مع الإشارة إلى أن هناك وحدات أعمال صغيرة قد تتطلب أن يكون عمالها قريبين منها. وبالتوازي مع تلك الجهود تم إجراء فحوصات استباقية بالمواقع التي يشتبه انتشار الفيروس فيها، ووصل معدل حالات الفحص إلى 882 شخصا لكل 10,000 من السكان، مع توفير العلاج المجاني للجميع من مواطنين ومقيمين. واتخذت وزارة الداخلية سلسلة من الإجراءات الميدانية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كإجراءات وقائية احترازية للحد من انتشار كورونا، ومن ذلك الحد من انتشار الباعة الجائلين بالشوارع العامة ومنع تجمع العمالة الوافدة وتوزيع ما يزيد عن 50,000 وجبة طعام يوميا للعمالة الوافدة المتضررة من الأزمة، وتطبيق القانون على الجميع فيما يتعلق بارتداء كمامة الوجه في الأماكن العامة والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى من منطلق أن حماية الفرد لنفسه مسؤوليته الأساسية وبداية الطريق لمعالجة الأزمة. إن كل هذه الإجراءات تؤكد واقعاً أن البحرين رائدة في مجال حفظ حقوق العمالة الوافدة، والتي تساهم بقدر كبير في مسيرة التنمية والتقدم، وهو أمر واضح في مجالات عدة، سواء فيما يتعلق بأعمال البناء أو الخدمات العامة على اتساعها،
وهو نهج بحريني ثابت على مر التاريخ يعكس تحضر البحرين ورقي مجتمعها وحكمة قائدها. المتابعة الشخصية لجلالة الملك الله يحفظه ويرعاه واهتمام سمو رئيس الوزراء المباشر وقيادة سمو ولي العهد الميدانية لفريق البحرين أثمرت ولله الحمد عن استقرار الوضع الصحي في المملكة بفضل الاستعداد المبكر والخطة الاستراتيجية اللي أسهمت في إبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا بفضل تضافر الجهود وتعاون كل الجهات الرسمية والأهلية. بالفعل يا فواز، خاصة وأن فريق البحرين الوطني المعني بمواجهة هذه الجائحة يضم في عضويته ممثلين من جميع الجهات الحكومية وتولى بكل اقتدار إدارة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالإضافة للسياسات اللي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا. ما نقول الله يحفظ البحرين وأهلها يا رب. مشاهدينا، وصلنا معاكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج مجتمع واعي. في أمان الله ومع السلامة. في أمان الله.